ازيكم؟ فيديو النهارده هعمل لكم فيه مقارنه بين كل منتجات بوبانا اللي انا جربتها واستخدمتها. مجمع لكم كميه منتجات كتيره جدا استخدمتها تقريبا طول السنين اللي فاتت. في علب من الحاجات دي لسه موجوده معايا وهوريها لكم، وفي علب للاسف رميتها فهنتكلم عنها وهسيب لكم صورها في الفيديو، وكمان هتلاقوا الريفيو بتاعها على القناه من فتره طويله لو حابين انكم ترجعوا له. اول حاجه الغسول بتاعهم اللي هو الشكل ده الشكل الجديد. الغسول ده المفروض ان هو بحمض الهيالورونيك، مكتوب عليه ان هو للبشره العاديه والجافه، وده فعلا الغسول ده كويس جدا. قوامه من جوه شبه الجل شويه، فده بيخليه قوام خفيف جدا ومناسب للاستخدام في الصيف. بالنسبه لتنظيفه، تنظيفه حلو جدا، وانا كنت بحس ان هو بيدي تنويره كده للبشره بمجرد الاستخدام. هي تنويره مؤقته وبتروح، بس هو حلو جدا وبينظف البشره كويس، وهيكون مناسب في الاستخدام للبشره الجافه والعاديه والمختلطه في بداياتها شويه، لان هو ممكن يكون برده بيمتص زيوت البشره سيكه بسيطه، فيكون مناسب للبشره المختلطه. هو طبعا اكيد مفيش فيه هايلورونيك ولا اي حاجه، ولا لاحظت عليه اي نوع من انواع الترطيب لما استخدمته، ولا بيدي اي حتى نضاره للبشره، فهو خالي تماما من اي هايلورونيك، فدي دعايه مش حقيقيه. بس هو بينظف حلو ولطيف على البشره، دي مميزات كويسه. وسعره ده الحجم الصغير اعتقد بيكون سعره 25 جنيه والكبير بيكون تقريبا 40 جنيه. استكمالا برده للغسولات، جربت غسول تاني هسيب لكم صورته هنا، كان غسول بالخيار. كانوا كاتبين عليه تقريبا ان هو مناسب للبشره الدهنيه، بس غسول الخيار ده مش مناسب للبشره الدهنيه خالص، لان هو قوامه من جوه قوام تقيل كده شويه، وفي نسبه ترطيب عاليه جدا، وفي كمان خيار كويس. يعني هو حتى كان لونه من جوه كغسول لونه اخضر، فهو هيكون مناسب اكتر للبشره الجافه. انا كنت بستخدم الغسول بتاع الخيار ده في الشتاء وانا بشرتي جافه، وكان كويس جدا معايا، لطيف قوي على البشره وبيرطبها بصوره كويسه جدا. وتنظيفه نقدر نقول عليه ان هو اقل من المتوسط شويه، هو تنظيف ينفع جدا للاستخدام اليومي، بس مش تنظيف من الاعماق يعني وكده. بس الغسول بتاع الهيالورونيك اللي هو الشكل الجديد ده كان تنظيفه اقوى كتير من غسول الخيار ده، وهم كانوا كاتبين عليه ان هو للبشره الدهنيه، بس هو ما ينفعش خالص البشره الدهنيه، هينفع البشره العاديه والجافه بس. وعامه سعر غسولات بوبانا بيكون في رينج من 30 ل 40 جنيه. اللي مشهور جدا طبعا هو البيل اوف ماسك بتاعهم، سواء الفحم او الذهب. انا جربت الفحم بس، هو كان كويس متوسط، مش عظيم قوي، وما كانش برده وحش قوي، هو عادي. بحس ان هو بينظف شويه، بس كان تنظيفه بسيط جدا. يعني انا جربت انواع بيل اوف ماسك تانيه او ماسكات قناع تانيه عجبتني اكتر من ماسك القناع بتاع بوبانا، فهو ما كانش يعني حاجه مفضله قوي بالنسبه لي، وما اعتقدش ان انا هرجع اكرره تاني، عشان كده انا ما جبتوش، استخدمته من فتره من حوالي سنتين بس وخلاص. سعره اعتقد دلوقتي وصل 40 جنيه. عامه معظم منتجات بوبانا سعرها اقل من ال 50 جنيه، فدي اوبشن حلو فيهم او ميزه كويسه جدا فيهم. لكن ماسكات القناع بتاعتهم بصراحه ما تستاهلش قوي ان احنا نجيبها، في ناس كويسه معاها وبتستخدمها وتمام وعجباها، بس انا ما فضلتهاش قوي وما عجبتنيش، ما حسيتش ان هي تنظيفها اللي هو اقدر ان انا اعتمد عليه في التنظيف الاسبوعي، يعني في روتينات التنظيف الاسبوعيه بتاعتي، لانه هو بيدي بس تنظيف مؤقت ما بيستمرش حتى 12 ساعه بعد الاستخدام. بمناسبه الماسكات بقى، جربت برده من عندهم ماسك الطمي ده، وده بقى اللي كان تحفه وخطير جدا، فعلا بينشف البشره جدا، وهو ده الهدف اصلا من ماسك الطمي، ان هو يشرب الزيوت والدهون اللي موجوده في البشره علشان ينظف مسام البشره، ودي فعلا الحاجه اللي كان بيعملها ماسك الطمي ده. بحس ان انا بعد ما استخدمته ان انا بشرتي نشفت جدا، وبلس كده كمان بيدي تنويره واشراقه كده للبشره، وبيدي شكل فعلا نظيف كده للبشره، فانا بحب الافكت بتاعه جدا جدا. وبوبانا عامله من الماسك الطمي ده تقريبا 3 اشكال، اللي معايا ده اللي هو بالطمي وزبده الشيا، وفي واحد تاني اسمه بالطمي الطبيعي تقريبا، وفي واحد تالت اسمه الطمي وزيت الارجان حاجه كده يعني. المهم ان هم 3 اشكال من الطمي كلهم نفس المفعول، وكلهم بيدوا فعلا نفس التنظيف القوي ده، فانا بحب جدا ماسك الطمي ده. وده كان سعره برده 30 او 40 جنيه، بس هو فيه مشكله صغنونه جدا، هو فيه كحول، فهو ممكن يكون مش مناسب شويه للبشره الحساسه. فلو انت بشرتك حساسه، قبل ما تستخدميه اعملي منه سواتش مثلا على رقبتك او على اي مكان، وشوفي هل المكان ده هيقدر ان هو يتحمله ولا لا. لو حصل لك شد في بشرتك او حصل لك التهاب، يبقى بلاش ان انت تجربيه. وانا جربت ماسكات طمي كتير جاهزه، وجربت الطمي الخام اللي هو بتاع المغاربه ده، كنت بجيبه من العطار، وكان فعلا طمي اوريجينال مغربي اصلي. يعني عايزه اقول لكم ان ماسك بوبانا الوحيد اللي اداني نفس الايفكت بتاع طمي المغربي الاصلي، فعشان كده انا حبيته قوي، وبالنسبه لي ما عمليش اي ضرر ولا اي التهاب في بشرتي، وكان بينضف كويس قوي. كمان السكراب بتاعهم برده هسيب لكم صورته هنا. السكراب ده بيفكرني بالظبط بالسكراب بتاع ستاركي، الاثنين نفس كل حاجة بالظبط، نفس القوام ونفس الملمس كده بتاع الحبيبات ونفس التقشير كل حاجة، بس ستاركي ارخص من بوبانا تقريبا نص تمن بوبانا. ستاركي الباكت ب 15 جنيه تقريبا، لكن بوبانا
بوبانا ب 30 او ب 35 جنيه، فانا بصراحه مش شايفه فرق قوي بين بوبانا وستاركي في السكراب. فانا لو هجيب وعايزه القوام ده او الجوده دي هجيب ستاركي بصراحه، مش محتاجه ان انا ادفع فلوس زياده علشان اجيب بتاع بوبانا اللي هو ستاركي في الاخر. فبرضه السكراب ما كانش الطف حاجه بالنسبه للسعر، لكن هو في العموم هو فيه قوام كده سائل او ليكويد شويه، بيعمل على ترطيب البشره وحبوبه، وهي ممكن تكون صغيره شويه بس هي بتقشر البشره بنسبه كويسه، مش عظيمه بس كويسه، كونه يعني بحاجه ب 35 جنيه وكده. لكن هو برضو ما كانش من السكرابات المفضله قوي ليا او المحببه بالنسبه لي، واديله مثلا 7 من 10 وبرضو مش هرجع اجيبه تاني. على عكس بقى تماما ملح الحليب بتاع بوبانا ده اللي تحفه جدا. المفروض ان ملح الحليب ده بيستخدم في التقشير، بيكون باكت كده فيها حبوب اشبه شويه بحبيبات السكر، وبتقشر الجسم بشكل كويس، بتعمل لها خلط باي حاجه تانية، بشاور جيل، بزيت زيتون، باي حاجه بس تخليها يعني قوامها ليكويد مش حبوب ناشفه كده تتفرك منك وتقع يعني. فملح الحليب بتاع بوبانا ده حبيباته حلوه جدا وبتقشر يعني بعمق جدا جدا، ومناسبه قوي للناس اللي عندها جفاف في جسمها والناس اللي عندها جلد وزه او طبقه كرياتين كبيره يعني فوق الجلد، وكمان حلو للشعر تحت الجلد ان انت تعملي بيه سكراب او تقشير يعني قبل ما تشيلي الشعر، فيساعدك على خروج الشعر من تحت الجلد. وقوام الحبيبات حلو، لا هو اللي سكر ولا هو اللي ملح ولا هو اللي بيعور مثلا البشره، وفي نفس الوقت بيقشر كويس. فلا ملح الحليب بتاع بوبانا انا بحبه جدا جدا، واعتقد سعره برده 30 او 40 جنيه في الحدود دي. ولما بتجيبيه كل مره في الشاور تاخدي منه معلقه تخلطيها على اي حاجه تعملي بيهم عجين كده، المعلقه دي هتكفي جسمك كله، ففعلا الباكت هيقعد معاكي كتير جدا. وبما اننا في الشاور بقى فهديكوا تقييم عن الشاور جيل بتاع بوبانا. بالنسبه للتنظيف هو صراحه تنظيفه حلو جدا، بيرغي كويس قوي، والريحه بتاعته بتثبت حبه حلوين في الجسم، وبيعمل بابلز كده وفوم في اللوفه يعني او وقت الشاور، وريحه كمان فواحه ومنتشره. بس بالنسبه لريحته الريحه الوحيده اللي عجبتني هي الريحه الحمراء دي، لكن في الوان كتير تانية للشاور جيل كلها روائح سيئه جدا بصراحه. فعادي هو الموضوع ده اذواق وفروق فرديه من شخص والتاني، بس انا كل ما اخد راي حد في روائح الشاور جيل بصراحه كلهم ما بيعجبوش اي حد، لا اللي لونه بني ولا اللي لونه اخضر ومش فاكره كان في الوان ايه تاني، لكن الريحه الوحيده اللي عجبتني وحبيتها هي الحمراء دي. فبرده على سعره ان هو كونه شاور جيل ب 30 جنيه مثلا، فريحته تعتبر بتثبت حلو جدا وبينظف كويس قوي وبيرغي كمان حلو. بيعملوا كمان لوشن بيكون نفس اللاين بتاع الشاور جيل، تقدري ان انت تجيبيهم مجموعه مع بعض يعني شاور جيل ولوشن. فانا استخدمت منهم لوشن مره واحده، اعتقد كانت ريحته اسمها سحر الخيال تقريبا. بصرف النظر عن الريحه هي بصراحه كانت ريحه شتويه اكتر، وانا كنت جايباه في الشتاء، فكان دي صدفه معايا ان هو الريحه ماتشنج مع السيزون وكده، بس هي الريحه بتثبت برده في الجسم حبه حلوين. وكمان هو كترطيب كان ترطيبه نقدر نقول عليه فوق المتوسط شويه، وعامه اللوشن بتاع بوبانا بيفكرني بالظبط باللوشن بتاع انشانتر، الاثنين روايحهم قويه قوي ونفاذه كده وظاهره، وفي نفس الوقت ترطيبهم مش اللي هو العظيم قوي، فالاثنين بيكونوا يعني تعطير اكتر من ان هم ترطيب، حتى قوه ترطيبهم متقاربه جدا من بعض، وكمان سعرهم متقارب جدا من بعض، بس هو فرق الاحجام يعني. طبعا اللوشن بتاع بوبانا اكبر كتير من اللوشن بتاع انشانتر، والاثنين سعرهم تقريبا 50 جنيه. فلو انت عايزه تجيبي بديل ارخص شويه من انشانتر هيكون اللوشن بتاع بوبانا، العلبه بتكون كبيره تقريبا 500 مللي، وريحتها بتثبت جدا في الجسم وهتديكي ترطيب هيكون متوسط شويه، لو هتجيبيه مثلا في الصيف هيكون مناسب جدا للسيزون بتاع الصيف. جربت كمان من عندهم الاثنين ديودرنت دول، ده اول واحد اللي هو الازرق ده مكتوب عليه ريحته اسمها انتعاش جاف، والتاني ده اللي هو البينك ريحته اسمها تفتيح امن. الاثنين كانوا كويسين، بس انا بصراحه حبيت بتاع تفتيح امن اكتر. انتعاش جاف انا استخدمته لحد ما خلصته وما حسيتش ان هو علق معايا او ان هو بسطني يعني، من ناحيه ريحته ما كانتش لطيفه قوي، من ناحيه ما كانش بيدي ترطيب شويه للاندر ارم زي بتاع تفتيح امن ده. تفتيح امن ريحته كانت اجمل كتير جدا وفي نسبه ترطيب اكتر من بتاع انتعاش جاف، وريحه برده تفتيح امن كانت نفاذه كده او قويه اكتر من بتاع انتعاش جاف، فعجبتني خالص تفتيح امن ده من حيث الريحه ومن حيث قوه الريحه ومن حيث برده ترطيبه، وفوق كل ده ان هو بيغطي ريحه العرق بصوره كويسه. هو انا مش شخص بيعرق كتير، بس هو كان كويس معايا، بس بالنسبه لشخص ممكن يكون بيعرق اكتر مني او بشرته دهنيه ما اعتقدش ان هو هيكون كويس قوي معاكي، هتحتاجي ان انت مثلا تجدديه مرتين في اليوم علشان يصبر معاكي، او ممكن برده يكون ضعيف شويه ليكي. فهو بالنسبه لي انا اديله بالنسبه للشروق هتديله تقييم 90% او 9 من 10، لكن بالنسبه لو هنديله تقييم في المجمل لكل الناس لا ممكن ياخد 6 او 7 من 10، لان هو مش هيكون مناسب مع فئه كبيره او فئه اللي هي بتعرق كتير يعني. وبالنسبه للتفتيح ولا واحد فيهم اداني تفتيح خالص للاندر ارم، فالحمد لله هما لا بيسمروا ولا بيفتحوا، والواحد منهم بيكون سعره 25 جنيه. على سيره التفتيح بقى، كريم التفتيح بتاعهم هما عاملين كريمين، واحد للوش او للبشره يعني، واحد للاماكن الحساسه. وكريم التفتيح بتاعهم ده هو اسوأ ما انتجت
كانت شركه بوبانا بجد ما بيعملش اي حاجه خالص. انا جربت الاثنين، جبت باكت مره من بتاع تفتيح الوش واستخدمته للوش شهور، وجبت مره تانية بتاع تفتيح الاماكن الحساسه وبرده استخدمته لما خلصته، ولا واحد منهم عمل معايا اي حاجه ولا فتح حتى نص درجه، ولا كنت بحس ان انا بستخدم كريم تفتيح اصلا، رغم ان هم سعرهم يعتبر ما كانش رخيص، تقريبا 60 جنيه، الا ان هم ما بيعملوش اي حاجه. والباكت هي حجمها كبير وبتقعد كتير، ممكن تقعد معاكي شهرين او 3 شهور تستخدميها، لكن ملهاش اي لازمه. فانا ما انصحش حد خالص ان هو يستخدم كريم التفتيح بتاع بوبان. كمان ماسك الحليب بتاعهم ده بقى انا بحبه جدا، انا بسميه ده ديتوكس البشره، بينقي البشره فعلا، هو مش بينظف البشره هو بينقيها فعلا، بتحسي ان المسام بينظفها جدا من الاعماق او بيفرزها كده، بيفلترها، بيخليها منتعشه قوي، وهو بيكون فيه ريحه زي نعناع كده، فبتحسي ان الريحه بتاع النعناع دي دخلت جوه مسام بشرتك، فبتحسي بسقوعيه كده وبطراوه وبان الهواء داخل وطالع من بشرتك. فده الاستخدام الوحيد اللي تقدري ان انت تستخدمي بيه ماسك الحليب بتاع بوبانا، اللي هو ان انت تدخليه ضمن روتين تنظيف كامل، تكوني عامله تنظيف للبشره باكتر من ماسك تاني وباكتر من طريقه وغسول وبتاع، واخر خطوه خالص هو ماسك الحليب ده، تعملي بيه زي تنقيه كده للمسام او زي انتعاش للبشره بعد ما تكوني خلاص نظفتيها. لكن كان انت تجيبي يكون الماسك الوحيد اللي عندك تعتمدي فيه على ان هو ينظف لك بشرتك، لا مش هتحسي ان هو فرق قوي في تنظيف البشره، ولا تحسي ان هو فرق في تفتيح البشره، هو مش اكتر من ان هو منقي عام كده ومهدئ وملطف للبشره وللمسام. سعر ماسك الحليب ده اعتقد برده 35 جنيه، وده الشكل القديم، وهم عملوا منه شكل جديد دلوقتي. في ماسك برده استخدمته من عندهم كان اسمه قناع الطمي والحنه البيضاء، كنت عامله لكم بيه ريفيو قبل كده، هسيب لكم صوره الفيديو هنا. هو كان عن ماسك ابيض كده زي حنه بيضاء او حاجه بتستخدميها على البشره كقناع، بس هو مش بيرو في ماسك، هو بس يعني ماسك بتحطيه وتشطفيه عادي جدا، والمفروض ان هو بيعمل تفتيح. وبصراحه الماسك ده كان تحفه جدا، كان فعلا بيفتح البشره، ولما بتحطيه وتشيليه بعدها بتحسي ان انت بشرتك نورت كده وظهرت. الماسك ده انا كنت جايباه من اكتر من سنتين الحقيقه، فانا مش عارفه هو لسه موجود منه دلوقتي وبيتباع ولا لا، بس هو ماسك تحفه، فيا ريت لو لقيتوه في اي مكان اشتروه. على عكس ماسك الحليب ده المفروض ان ده مكتوب عليه للتفتيح فمش بيفتح خالص، لكن ماسك الطمي والحنه البيضه ده كان بيفتح جدا، وكنت برده بحب استخدمه في اخر روتين تنظيف البشره كده، كان بيدي تنوير واشراقه للبشره وتفتيح تقريبا درجه او درجه ونص وقتي، حتى لو كانت نتيجته مش بتستمر كتير، يعني بتقعد مثلا كام يوم وبعد كده بتروح، بس كان الايفكت بتاعه حلو جدا بالنسبه لسعره، وانا كنت جايباه من سنتين كان سعره 25 جنيه. كان معايا منهم كريم مرطب بس ده ما تبقى منه، هي ده شكل العلبه اللي اتبقى في الاخر، هسيب لكم برده صوره الكريم المرطب هنا قبل العمليه الانتحاريه اللي تحصل له دي. المهم ان الكريم ده اللي كان معايا كان بزبده الشيا وفي واحد تاني بالورد. الكريمات دي مخصصه لترطيب الجسم مش مخصصه لترطيب الوش خالص، هي كريمات قوامها تقيل وترطيبها برده تقيل جدا وقوي قوي، فانا بحبه جدا جدا الكريم ده بجد، ترطيبه كويس جدا جدا وعالي قوي قوي. الباكج الصغيره دي تقريبا سعرها 11 جنيه او 10.5 تقريبا، والكبير بيكون ب 20 او ب 22 جنيه، وفعلا لو لقيتوه في اي مكان اشتروه، هينفعكم كهاند كريم وكلوش لترطيب الجسم كله، امتصاصه سريع جدا وقوامه ممكن يكون تقيل سيكا، بس ترطيبه في المقابل قوي جدا جدا جدا، وريحته كمان حلوه. اللي معايا اللي هو كان بزبده الشيا ده كانت ريحته مش عارفه هي ريحه ايه، بس هي ريحه جميله كده وفريش ومندعشه كده. اخر حاجه هو السامبلوك بتاعهم، السامبلوك ده سعره تقريبا في حدود ال 120 جنيه، وهو كويس جدا جدا، امتصاصه سريع قوي، اعتقد ان هو هيكون مناسب لجميع انواع البشره، من ارخص السامبلوك اللي انا دايما برشحه لاي حد. هو مكتوب عليه ان هو بلس 50 SPF، يعني هو فيه عامل حمايه من الشمس موجب 50، فده رقم كويس جدا، وبصراحه هو بيحافظ على البشره جدا وقت تعرضها لاشعه الشمس، وفعلا بيحميها بصوره كويسه، والعلبه برده بيكون حجمها كبير جدا بالنسبه للسعر، وحته القوام الخفيف وامتصاصه السريع ده اعتقد هيخليه مناسب لكل الناس، حتى لو انت بشرتك دهنيه مش هتحتاجي ان انت يكون يعني معاكي سامبلوك جل، عادي ممكن تستخدمي سامبلوك بوبانا ده برغم ان هو قوامه كريم، لان هو هينفعك وهيكون كويس معاكي. وانا من الناس اللي اي حاجه بتكتم مسام بشرتي بسرعه جدا، برغم ان انا بشرتي جافه، الا ان ما حسيتش خالص ان هو كان بيكتم بشرتي، ولا كان يعني بيخوني كده وانا حطاه، فاهمين قصدي؟ فهو في المجمل سعره حلو جدا بالنسبه لحجمه، وهيكون مناسب لكل البنات بتوع الجامعه، وزي ما قلت لكم لجميع انواع البشر. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عندكم اي اسئله واستفسارات اكتبوا لي في الكومنتس وارد عليكم كلكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.